سلام عبدالله في تنفيذ الركنية لمصلحة فريق المدينة. ترفع الركنية من جديد من قبل براس. جول 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 جول. معتصم سالم اللافي يأتي بالتاني لمصلحة فريق المدينة. الثاني بالراس ويسعد الناس ويعطي الأريحية لفريق المدينة. الهدف الثاني لمصلحة فريق المدينة بالراس رأسية محكمة كانت من المعتصم اللافي. لافي يضع الثاني لمصلحة فريق المدينة. هدف مميز، هدف ولا أروع. شوفوا الإعادة، عرضية مميزة جدا. بوم واللافي بالراس يضع الهدف الثاني لمصلحة فريق المدينة. ثاني الأهداف للافي في هذا الموسم. اللافي المميز رأسية محكمة حقيقة، محكمة للافي. لعيب جدا، جينات وراثية بسم الله ما شاء الله لآل اللافي. ويتألق المعتصم آخر العنقود بالنسبة لعائلة اللافي بعدما تألق رياض والزكريا ومويد. هنا المعتصم يتألق مع فريق المدينة. تعود الكرة من جديد.